دلوقتي الناس بتتجه او الشباب اكتر بيحبوا محمد رمضان، بيحبوا الناس اللي زي كده. ايه رأيك؟ ايه شايفة ان هم دول الناس اللي يبقوا قدوة للشباب دلوقتي؟ لا طبعا، وانا يعني بلوم رقابة التلفزيون. هو طبعا من ساعة التلفزيون المصري ما بطل ينتج، سابوا الانتاج في ايد تجار ليس لهم هدف الا الربح، بيشوفوا الربح من وجهة نظرهم مش وجهة نظر ثقافية، إنما وجهة نظر تجارية. بنت لابسة عريان، شاب بيلبس محزق وبيرقص، واحد بينكش شعره، الحاجات إياها اللي أنا برفضها وأرفض أتفرج عليها. أنا بلوم الرقابة عموما، لأن النموذج اللي بيقدمه محمد رمضان نموذج سيء للشباب. يعني البلطجة ومسك سكينة والمشي عريان واللبس بتاع الخليع ده الولاد بيقلده، فإحنا يجب اللي نقدمه للتلفزيون لازم يكون يراعي السلوك العام لبلدنا والأخلاق بتاعت بلدنا والطباع بتاعت ولادنا، نحافظ عليهم ونقدم لهم كل ما هو مفيد ونماذج يحتذوها. لكن أنا أقدم لهم نموذج بيمشي ماشي عريان وحاطط مطوة في جيبه؟ لا، أنا برفض ده. مين النماذج اللي حباها دلوقتي بتحبي تشوفيها وشايفة ان هما بيفكروكي بالجيل القديم؟ من الشباب كريم عبد العزيز، احمد السقا، دول محترمين جدا وبيقدموا نموذج راقي للشاب في السينما، واذا اتعملوا تلفزيون برضو بيعملوا انواع راقية جدا لما بيقبلوش يعملوا الحاجات البلطجة دي.